مساء الخير والبركة مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة النهاردة وحلقاتنا المختلفة والمميزة من برنامج مفاتيح الكتاب. طبعا اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفنا الدكتور جوزيف سعد، أستاذ علم اللاهوت الكرازي بالكلية الإكليريكية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك، ده نورك ونور كل السادة المشاهدين واللي معنا في الاستوديو. أهلا يا دكتور، منورنا. مشاهدينا مازلنا معاكم طبعا ومع ضيفنا الدكتور جوزيف، بنتكلم عن سلسلة العلاقة بين الكتاب المقدس والأساطير. وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أسطورة اللي هي انفجار البيضة عند الصينيين، وشفنا ان فيها شبه كبير جدا جدا بين نظرية الانفجار العظيم، وطبعا بعيدة كل البعد ولا يوجد أي أوجه تشابه بينها وبين أي آيات جت في الكتاب المقدس عن الخلق وعن أصل الحياة. النهاردة بنعمة ربنا دكتور جوزيف كان قال لنا مجموعة أسئلة كان طرحنا في الحلقات اللي فاتت، النهاردة بنعمة ربنا هنحاول نجاوب عليها. الأسئلة دي كانت موجهة للعلماء. هنبدأ طبعا مع دكتور جوزيف. دكتور جوزيف، عايزين بقى النهاردة نجاوب بقى على الأسئلة اللي حضرتك طرحتها لنا، كانوا 7 أسئلة بالتحديد قلت لنا عايزين نطرحهم على العلماء ونبدأ نتناقش فيهم وإزاي نتحاور مع العلماء. تمام دكتور، أول سؤال حضرتك قلته لنا كان هل العلم يعني الإيمان والإقان بأمور لا ترى، وإزاي نقدر نفهم أن بالإيمان وبالصدفة والوقت وبالعشوائية ظهرت كل الموجودات من العدم؟ ده كان أول سؤال حضرتك قلته لنا في الحلقات اللي فاتت. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا قلنا فعلا زي ما حضرتك قلتي الحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي قبل اللي فاتت، لأن الحلقة اللي فاتت احنا شرحنا موضوع الأسطورة انفجار البيضة المقدسة عند الصينيين، ومن انفجار البيضة خرج الكون وخرجت الموجودات وتم رفع السماء لفوق والأرض لتحت والكلام ده حكينا فيه، وكمان كنا اتكلمنا عن نظرية الانفجار العظيم. السؤال اللي حضرتك بتسأليه هل العلم يعني الإقامة بأمور لا ترى؟ لا، العلم دايما بيعني الأمور اللي يتم ملاحظتها، الأمور اللي ينبغي أن تخضع للتجريب والبحث، تخضع للتجريب والبحث ولإعادة تجربها في المعمل. تمام. والسؤال هل رأى أحد من العلماء ما حدث في زمن بدء العالم وسجل هذه الأحداث تسجيل تاريخي وعلمي؟ ده سؤال. إذا كانت نظرية الانفجار العظيم هي نظرية صحيحة، فما هي أدلة إثبات صحة هذه النظرية؟ هل ممكن النظرية دي نعملها في المعمل؟ هل ممكن إن كان في حد موجود وقتها وشاف الكتلة؟ وإحنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وأنا مش عايز أكرر الكلام اللي قلناه، لكن قلنا أقول سريعا كده نقطتين. قلنا إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وده قانون الديناميكا الحرارية الأول. وطبقا لنظرية الانفجار العظيم، طب المادة دي جت منين إذا كانت لم تأتي من عدم؟ قانون الديناميكا الحرارية الثاني بيقول كمان إن الطاقة الغير مستخدمة يحصل لها إيه؟ تفنى وتنضب. تمام. طب إذا كان الكون قعد ملايين السنين على ما حدث هذا الانفجار العظيم، أو مليارات السنين اللي تقدرت وصلت لغاية 20 مليار سنة، في ناس قالوا 18 مليار، في ناس قالوا 14 مليار، في ناس قالوا 15 مليار، العلماء اللي قالوا كده، في ناس وصلوا ل 20 مليار سنة. هل ظلت هذه المادة موجودة بيصدر عنها طاقة وهذه الطاقة غير مستخدمة؟ طب إن كانت الطاقة غير مستخدمة فهي تفنى وتنضب ومش هتبقى موجودة خالص. تمام. فإذا لا يمكن أؤمن أن العلم يؤمن زي ما حضرتك قلتي بالإقام بالأمور التي لا ترى، لازم حاجات ملموسة علشان يقدروا يخضعوها للبحث والتجريب في المعمل. هم كده يعني 1+1=2، لكن نقدر نقول كده إجابة صغيرة جدا جدا لا إطلاقا، إنما هو مجرد افتراض لم يثبت صحته إلى اليوم. تاني، مجرد افتراض لم يثبت صحته إلى اليوم لأشخاص كمان لم يعينوا أو يعاصروا هذا الحدث، ما شافوش هم هذا، مفيش شاهد عيان زي ما بيقولوا يثبت ان الواقعة دي وقعت بالفعل بلغة القانون. تمام، مظبوط. طيب يا دكتور، ندخل بقى على السؤال الثاني. هل يا دكتور وجود تشابه بين اللي قالوه العلماء او النظريات العلمية والاساطير،
هل ده معناه ان العلماء دول نقلوا كلامهم عن الاساطير ولا لا؟ حضرتك اللي سالتنا السؤال ده قبل كده. طيب احنا كنا قلنا قبل كده ان في اساطير زي اسطوره انسان الغاب اللي كان عايش في الغابه وكان ليه ديل وكان مش عارف ايه، وقلنا اسطوره تانية سومريه، قلنا يعني كذا اسطوره، قلنا اسطوره سومريه وده ورد في كتاب اساطير الخلق البابليه بتاع الدكتور فوز رشيد صفحه 21، قلنا الكلام ده قبل كده، اللي الاسطوره قالت ان الانسان كان في بدايته بيمشي على اربع وكان مثله مثل الحيوانات بياكل اعشاب وده كله. طيب دي اسطوره، قلنا كمان اسطوره ليشي اللي هو انسان الغاب اللي حكينا عنها قبل كده، وقلنا كمان اسطوره الصينيين اللي هي الانفجار البيضاء، وقلنا انا فاكر اسطوره ثانيه انا مش متذكره دلوقتي حاليا يعني، لكن قلناها قبل كده برضو. كل الاساطير دي في شبه، وقلنا الكلمه وانا بعد اذن حضرتك ارجع اراجع الكلمه اللي قالها الاستاذ فراس السواح في كتابه مغامره العقل الاولى الطبعه السابعه سنه 1988 دمشق سوريا صفحه 33 و34، قال كده بالظبط: تتطابق الاساطير في بعض جوانبها مع النظريات العلميه الحديثه. في تطابق ما بين الاساطير في بعض جوانبها مع النظريات العلميه الحديثه. فاللي بيقول بقى ان الكتاب المقدس اخذ اللي عنده نظريه الخلق من الاساطير يرد على الكلام اللي قاله فراس السواح، وفراس السواح ده راجل يعني من الناس اللي هم بيؤمنوا بالعلم والناس اللي بينقضوا الاديان. احنا في كم اسطوره اللي خدناهم مع حضرتك في الحلقات اللي فاتت شفنا ان الاساطير قريبه جدا جدا وتكاد تكون يعني متطابقه مع اللي بيقولوه العلماء او النظريات العلميه، لكن ما شفناش ولا اسطوره واحده قريبه من الكتاب المقدس خالص. يعني دي حقيقه كانت واضحه قدام كل المشاهدين وشافوا ان ما فيش اي تطابق خالص ولا حتى مجرد تشابه كده ولو لسه احنا فيه لسه هنتكلم عن يعني نتكلم عن الجزء ده كله اللي احنا اخذناه لحد دلوقتي ما شفناش اي تشابه بينها وبين اي ايه وردت في الكتاب المقدس عن الخلق تماما. ولكن زي ما قلنا وقال الاستاذ فراس سواح في كتاب مغامره العقل الاولى صفحه 33 و34 الطبعه السابعه سنه 88 والصادر في دمشق سوريا، وهو من يعني من اساتذه الميثولوجي ليس في الشرق فقط ولكن يعتبر في العالم كله من الناس الاوائل يعني معترف به دوليا زي ما بيقولوا يعني راجل معروف انه باحث في الميثولوجي من سنين وسنين يعني. فهو اللي قال ان في تطابق بين النظريات العلميه الحديثه والاساطير. تمام. السؤال يا دكتور اللي بعده اتفضل. طب هل يا دكتور نقدر نحط اي فرضيه من الفرضيات اللي اتقالت قبل كده زي مثلا الانفجار العظيم في المعمل، نتكلم بقى بلغه المعامل بقى نحطها في المعمل ونبدا نعمل لها ملاحظه وتجريب علشان نثبت صحتها، هل ينفع نعمل كده؟ لا طبعا اطلاقا، لان دي المفروض يعني بحسب اقوال علماء التطور يعني بيقولوا ان النظريه دي، واحنا كنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت وجبنا الكتاب وقرينا منه من كتاب العلم والدين والتطور اللي صدر عن دار المشرق في بيروت لبنان صفحه 45 على ما اتذكر يعني، وقرينا الكلام ده كله، قلنا ان النظريه دي لا يمكن اطلاقا ان احنا نعمل اعاده تجريب ليها في المعمل، يبقى هي مجرد ايه؟ فرضيه وليست حقيقه علميه. فرضيه لان ما نقدرش نخضعها للبحث والتجريب في المعمل. تمام. عشان كده مفيش اي دليل علمي. فرضيه لم وليست يتم اثبات وليست نظريه. وليست حقيقه علميه. وليست حقيقه علميه. وما فيش اي دليل علمي ثابت يؤيد حدوثها. مفيش اي دليل علمي ثابت يؤيد حدوثها كما يعتقد بها المؤمنين بيها، فما نقدرش نقول عليها ابدا انها ايه بقت نظريه علميه او بقت تنتمي للعلم الا لم يثبت الا الى ان يثبت صحتها علميا. تمام دكتور. بقى السؤال الرابع، هل العلماء وضعوا لينا تعريف واضح وثابت عن اصل الحياه بعد اثباته علميا؟ وهل الصدفه زي ما انا كنت بسال حضرتك، هل الصدفه ممكن تخلق لينا نظام؟ يعني حاجه كده بالصدفه تيجي تقول ده حصلت بالصدفه، الكون ده جه بالصدفه، ولا الفوضى تخلق فوضى وتخلق عدم نظام؟ ولا امبارح كان معانا
صديق عزيز وكنا بنتكلم في الموضوع ده، فبيقول لي يعني انا مره كنت بتكلم مع واحد من الملحدين، فبقول له تخيل كده مره انا نازل من البيت ولقيت ورايح اقابلك والمشوار بعيد ومش عارف اروح ازاي وما عنديش عربيه ما عنديش سياره، ففجاه لقيت شويه حديد جم من هنا وشويه صاج جم من هنا وراحوا متركبين مع بعض وراحوا عاملين عربيه، فانا ركبت العربيه وجيت لك. ايه رايك في الكلام ده؟ ده كلام مظبوط؟ لا اكيد طبعا، طبعا لا. ده مستحيل يكون كلام علمي يعني. مستحيل يعني، ازاي يعني الصدفه والعشوائيه والوقت يصنعوا كون بهذا النظام وهذه الدقه. وانا هاخد بس كلمه واحده قالها ستانلي ميلر بعد 40 سنه من تجاربه، وده من يعني عالم من علماء التطور الكبار قوي قوي واللي كان مؤمن بنظريه داروين وكده. قال ايه؟ قال ايه الراجل ده؟ قال ان مشكله اصل الحياه تحولت الى اكثر صعوبه الى حد كبير مما تصورت بعد 40 سنه من البحث انا ومعظم الناس الاخرين. يبقى ما قدروش يحطوا تعريف لاصل الحياه ولا من اين ظهرت هذه الحياه. طيب دكتور بقى السؤال الخامس، هل العلماء يا دكتور عندهم معرفه غير محدوده خلتهم ينكروا وجود كائن غير محدود غيرهم يعرف كل حاجه ويعني معرفته غير محدوده؟ هل هم وصلوا للمعرفه دي لدرجه ان هم رافضين يقولوا ان في حد عنده معرفه غير محدوده غيرهم، او كائن يعني كبير قوي هو اللي عنده المعرفه الغير محدوده وهذه المعرفه الغير محدوده هي اللي نتج عنها هذا الكون او هذا يعني هم فاحنا بنسال السؤال ده وبنطرحه عليهم. طبعا لا يمكن يدعي اي عالم انه عنده معرفه غير محدوده اطلاقا. اذا كان عالم بيتخصص بس مثلا في جزء صغير من الفيزياء او جزء صغير من الاحياء او في جزء صغير من الكيمياء الحيويه او صح. من الهندسه الوراثيه أو, او 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 بيبقى متخصص فقط لا غير في هذا الجزء، الجزء اللي درسه ما عندوش اي معرفه تانية باي حاجه تانية غير الجزء اللي درسه بس. يبقى معرفته هنا محدوده ولا غير محدوده؟ لا محدوده، محدوده. واحنا كنا بالنسبه شرحنا لباقي المجالات العلميه اللي حواليه زي الدكاتره برضو يا دكتور، سوري بنقطع كلام حضرتك، مثلا الدكتور لما انا بشتكي مثلا من معدتي من حاجات يعني خاصه بالمعده بروح لدكتور جهاز هضمي غير لما بروح لدكتور عظام. بالظبط، غير لما يكون دراعي وجعني او رجلي وجعاني او عندي صداع بروح لدكتور مثلا مخ واعصاب يعني. برضو في الدكاتره برضو في تخصصات. طبعا فنفس النظام برضو في العلماء، كل عالم متخصص في مجال اللي هو درسه اللي هو يقدر يتكلم عنه. فانا ما اقدرش ولا اي انسان يقدر، لا عالم ولا اي انسان يقدر يقول ان عندي معرفه غير محدوده. عشان كده انا اقدر احكم ان مفيش كائن غير محدود، او ان انا احكم ان في كائن عنده اخر عنده معرفه غير محدوده. ما اقدرش اقول ده اطلاقا. فمثلا اقول لحضرتك الفيلسوف الالماني ارنست كاسيرر قال ايه؟ قال ان اللغه بتعرض نمطين مختلفين تماما من الفكر، لان اللغه هي ايه؟ عباره عن ترميز الفكر والتعبير، وبتعبر هذه اللغه عن الترميز الفكري بكلمات، والكلمات اللي بتعبر بيها او الترميز اللي بتعبر بيه ده بياخد منحى من الاثنين، يا يعني اما نمره واحد المنطق الاستدلالي الاستطرادي اللي هو بناء على كذا نوصل لكذا نتيجه كذا، مقدمات حكينا فيها قبل كده، مقدمات ثم فرضيات ثم بعد كده اوصل لايه؟ نتيجة. تمام، بعد الملاحظه طبعا والتجريب. او اما نمره اتنين الخيال الابداعي. الخيال الابداعي. وهنا يبدا الذكاء الانساني مع التصور. التصور ده هو الفاعليه الاولى للعقل. هو ازاي العقل ابتدى يفكر؟ هو الفاعليه الاولى للعقل هي ايه؟ التصور. ان العقل مكون من ادراك وذاكره وخيال، مخيله. ده العقل. تاني ثلاث حاجات مهمين جدا، ادراك عشان كده بقدر افهم الناس والناس بتقدر تفهمني. تمام، ذاكره بحتفظ بالذكريات بتاعه الماضي وبتاعه كل شيء بمر بيه. تمام، ونمره ثلاثه المخيله اللي بيها بقدر اعمل ايه؟
تصور عقلي عن أي شيء بقدر أقوم به، اللي هو الفاعلية العقلية الأولى. وتبلغ عملية التصور دي ذروتها، ده هو اللي قال كده الفيلسوف أرنست كاسيرر، قال إن عملية التصور دي بتصل إلى ذروتها في التعبير الرمزي في الأسطورة وليس العلم. وليس العلم، يعني العلم ما أقدرش أستخدم فيه الخيال، العلم لازم أستخدم فيه إيه؟ حقائق. حقائق وقائع وقعت بالفعل، حدثت بالفعل. أما الأسطورة فهي إيه؟ خيال إبداعي. ما اقدرش اقول تبقى إنه كلها تملي برضو من نسيج الخيال، يعني واحد مثلا بيتخيل حاجه فبيبدا يقولها ويحكيها وتبدا تنتشر وتتداول وتوصل لا. وبعدين بيبقى اوقات كتيره قوي البطل في الاسطوره هو الشخص الانسان العظيم اللي هزم واللي عمل واللي يعني دي حقيقة لازم نعمل منه بطل عشان القصة بتاعته تنتشر. طيب نحكي فيها بعد كده. كده اخدنا 5 اسئلة، ندخل بقى على السؤال السادس. طب هل يا دكتور أدلة قراءة التاريخ قراءة دقيقة هي أدلة غير مشكوك فيها؟ وهل هذه الأدلة منحازة لخدمة أهداف معينة؟ أكيد منحازة طبعاً. منحازة لمين؟ طبعاً أقول لحضرتك حاجة، ممكن أصيغ السؤال بصيغة تانية. اتفضل. هل أدلة الاستقراء التاريخي هي أدلة غير مشكوك في صحتها استدلالياً؟ يعني لما أجي أستدل عليها هتبقى صادقة بنسبة 100%؟ طيب هل هذه الأدلة منطلقة زي ما حضرتك قلت نحو أهداف معينة، يعني منحازة وموجهة؟ أقول لك آه. فالفريقين، الفريق اللي بيقول بنظرية الخلق الإلهي أو اللي بيسموها دلوقتي في أوروبا وأمريكا، لأن دلوقتي أي حد بيتكلم عن الخلق في أي جامعة أو أي مدرسة في أوروبا وأمريكا بيطردوه، أي أستاذ أو عالم أو دكتور بيتكلم عن إن في خالق خلق بيطردوه من التدريس تماما. فراحوا عاملين كلمة عشان محدش يمسك عليهم خطأ، الجماعة بتاع الخلق دول قالوا إيه؟ قالوا إن اسمها نظرية التصميم الذكي أو التصميم الحكيم، إن في مصمم إلهي حكيم، في مصمم ذكي بذكاء وقدرة خارقة هو الذي أوجد هذا الوجود. حتى علماء، وانا بقى اقول بعد شويه حاجه قالها نيتشه، ونيتشه ده يعني اشهر الملحدين يعني تمام، حتى العلماء دول الملحدين اللي بينكروا وجود الله قالوا ان في مهندس معماري عظيم هو الذي ابدع هذا الكون. هجيب الكلام ده بعد كده بالاسم وبالصفحه زي ما احنا متعودين. لكن ارد على حضرتك اقول لك ان كلا الفريقين، سواء فريق من يؤمنوا بنظرية الانفجار العظيم والتطور وان مفيش خالق خلق، او اللي بيؤمنوا بنظرية المصمم الذكي او الخالق، الاتنين دول بيستخدموا نفس الادلة، وكل واحد بياخدها من وجهة ايه؟ نظره. لكن عشان يثبت كلامه تمام، فيبقى في الحالة دي اقدر اقول ان الادلة بتاع الملحد مشكوك فيها ولا لا؟ مشكوك فيها أكيد. لان بنفس الادله دي انا برد عليه بيها تمام. طيب يفصل في هذا الموضوع ايه؟ شيء مهم جدا جدا لازم نقوله، ان هناك فرق بين العلم والكتاب المقدس. لابد ان نفصل، العلم له مجال يعمل فيه، اما الكتاب المقدس فهو يعمل في مجال اخر. الكتاب المقدس ما جيش اطبق عليه، عارفه زي ما اقول لحضرتك ايه مثلا؟ لما أشبه مثلا التلفزيون بالغسالة أو التلفزيون بالتلاجة، أقول لك أنا مش قادر أتفرج في التلاجة على فيلم مش عارف إيه. طب إزاي دي التلاجة ليها عمل والتلفزيون ليها عمل؟ التلفزيون أتفرج فيه. المقارنة يعني سوري مش صحيحة، مش محلها. المقارنة غير صحيحة تماما. لكن الله لما بيعلن لي أنه هو الخالق، ده علي أن أنا أبحث هل هذا الكلام صحيح؟ اه نعم صحيح. طيب ابحثوا بقى من الناحيه العلميه، دور من الناحيه العلميه، اذا وصلت الادله يبقى لابد ان تعترف بها. دكتور ندخل بقى في الوسائل بقى القياس اللي هم بيقدروا يحددوا لنا بيها العمر والاعمار بتاعه الحفريات دي. دكتور هل الوسائل القياس دي اللي بيستخدموها العلماء في تحديد عمر الحفريات زي مثلا الكربون المشع مشكوك فيها؟ وهل الوسائل الاخرى المستخدمه في قياس مثلا عمر الارض والشمس والقمر دقيق عشان نصدقه؟
ولا غير دقيق؟ هقول لحضرتك. طبعا الوسائل دي مشكوك فيها. ليه؟ لان الوسائل دي مش قائمه على نظريه علميه مثبته تماما، دي كلها مجرد فرضيات. ان لو بيتناقص نسبه الكربون المشع من الحفريه دي كل 5743 سنه، مش عارف مقدار قد ايه، يبقى الحفريه دي عمرها قد ايه. طب مين اللي وضع هذا القياس وازاي اثبت صحه هذا القياس علميا واقول ان هذا القياس دقيق؟ النهارده انا بقيس الطاوله دي طولها بقيسها بالمتر. المتر ده ما هو مثبت علميا لانه موجود قدام عينيا وانا شايف. تمام. لكن الكربون المشع اقدر اثبت بيه، يعني ازاي اقدر اقول ان ده قياس سليم بنسبه دقيقه مليون في الميه؟ واقول لحضرتك دليل، عشان في ناس هتقول لا مثبت. اقول له طيب تعالى، ليه بيختلفوا على عمر حفريه معينه زي حفريه كلا في راس اللي اتكلمنا عنها قبل كده، جمجمه كلا في راس اللي اتكلمنا عنها قبل كده؟ في ناس قالوا ان عمرها ملايين السنين، وجم ناس تاني قالوا لا ده عمرها لا يتعدى 10,000 سنه. ودول قاسوا بنفس الشيء نفس المقياس. هو يبقى لابد ان احنا نتمتع بالمنطق السليم والعقل اللي بيخضع العقل الذي ينبغي ان يخضع لحدود ادراكه. انا حدود ادراكي هذه مش معنى كده ان احنا نتوقف عن البحث العلمي، لا، نبحث علميا، ولكن في نفس الوقت علينا ان نقبل كلمة الله القادرة ان تحكمنا للخلاص الذي في المسيح يسوع ربنا. امين. دكتور احنا كده خلصنا 7 اسئله حضرتك كنت طرحتهم قبل كده وجاوبنا عليهم بنشكر ربنا. نرجع يا دكتور بقى للحفريات والاكتشافات اللي اكتشفوها العلماء اللي بتدعم نظريه التطور. احنا كنا اتكلمنا عن 5 اكتشافات في الحلقه. اتفضل. ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. معلش انا متاسف. اقول بعض الملاحظات سريعا قبل ما تنقل لنقطه الحفريات. اتفضل. اقول يعني 3 ملاحظات. بالنسبة لمسألة أصل الحياة، في عالمة اسمها ماري هيس في كتاب ليها اسمه معايير الحق في العلم واللاهوت، قالت في تعليق ليها على دور العلم، لأن أنا كنت لسه بقول دور العلم له دور معين، تمام، التي يجب أن يحترمها، إن العلم نفسه يجب أن يحترم دوره. دور العلم هو إيه؟ قالت بأن على العلم المعرفة التي يزودنا بها العلم لا تعرفنا الطبيعة الجوهرية للأشياء ولا قيمة وجودها في الواقع. إيه قيمة وجود الحيوان؟ العلم هيقدر يقول لي إيه الطبيعة الجوهرية للأشياء زي الحجر نفسه؟ إيه الطبيعة الجوهرية بتاعته وإيه قيمتها علمية؟ ولا قيمة وجودها في موقع معين من الكون ولا كيفية إدارتها للحياة. مثلاً داروين زعم ان العين البشرية تطورت من عين ابسط، منها تطورت لغاية ما وصلت للعين الموجودة حاليا اللي هي معقدة بشكل كبير جدا 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 وجواها اكتر من اجهزة مش جهاز واحد فقط. طيب العين دي هو تجاهل السؤال الجوهري المختص، اصل العين دي جا منين؟ اصلها ايه؟ جه ازاي؟ انت بتقول ان هي تطورت، طب الاصل بتاع تطورها ايه اصلها؟ ما جابش الاصل، الجذر بتاعها جه منين؟ اصلها ايه؟ مسك في الفروع زي ما بيقولوا. ما نقول مثل تاني، تحول الهيدروجين الى كائنات عاقله ومريده. الناس اللي بيقولوا ان الهيدروجين ومش عارف ايه وايه وايه وتحول وحصل وحصل، طيب نسال، وده قلناه قبل كده لما اتكلمنا عن ستانلي ميلر. تحول الهيدروجين إلى كائنات عاقلة ومريدة لا يمكن شرحه علميا على الإطلاق، ولا يمكن الاعتراف بصحته فلسفيا، ولا إثباته والدفاع عنه منطقيا. لا علميا يمكن شرحه، ولا فلسفيا يمكن الاعتراف بصحته، إن الهيدروجين يجيب لك كائن عاقل والكائن العاقل ده عنده إرادة حرة بتقدر تختار، تمام، ولا اقدر كمان اثبت هذا الكلام ودافع عنه بالمنطق وبالعقل ازاي. طيب الثالث، هذا الكون اللي احنا عايشين عليه ده، الكون ده اللي احنا عايشين فيه شديد الدقه
والنظام والانضباط يمكن أن أفهمه بالعقل، لكن لا يمكن تفسيره تفسيرا وافيا بالعشوائية والصدفة زي ما حضرتك قلتي. ما اقدرش اقول ان الصدفة هي اللي عملت هذا النظام الدقيق، هي اللي وضعت الصدفة قانون الجاذبية، هي اللي وضعت قانون الطفو. الصدفة اللي عملت كده؟ اكيد لا. يبقى ازاي الكون نشأ بالصدفة؟ الصدفة ممكن تعمل مثلا ان انا اقابل حد بالصدفة مثلا، اكون متوقعش ان انا اشوفه من سنين فشفته نقول اه دي صدفة تمشي، لكن طبعاً ان الصدفة تخلق نظام او سوري ده دي صعبة. بس هقول لحضرتك حاجة كمان، يعني احنا ايمانيا ما بنؤمنش بالصدفة اصلا، يعني احنا بنقول يعني شيء. مثلا يعني خلينا نقول قاعدة مهمة نفهمها جيدا وننهي بها الحديث ده عشان نبدأ نخش على موضوع الصدفة. اتفضل. كلما العلم كلما ظهرت نتائج جديدة للعلم بطلت نتائج اخرى او ابطلت نتائج اخرى. ماشي. فمثلا من بطليموس الى كوبرنيكوس الى نيوتن الى اينشتاين الى نظرية الكم، قفزات كبيرة قوي بين مرحلة واخرى. ده جه لغى القوانين اللي قبل منه، ده جه لغى القوانين اللي قبل منه، ده لغى، ده عمل استنتاجات جديدة في العلم، ده عمل نتائج جديدة. يبقى العلم متغير، اما كلمة الله فهي ثابتة ثابتة الى الابد. طيب يا دكتور، احنا هنأجل بقى كلامنا عن الاكتشافات والحفريات، لكن لازم نختم اخر دقيقة دكتور من الحلقة زي ما تعودنا مع حضرتك، كلمة روحية في دقيقة دكتور. صدق. انا هقول احنا كنا عايزين نعمل سلسلة برضو تبقى ماشية معنا روحية. روحية. حلوة جميل. سلسلة علمية وسلسلة روحية. هنتكلم ماذا صنعت فينا الخطية في الانسان. ما هي الخطية برضو بوزت يعني بوظت آسف بوظت جهاز المعرفي عند الإنسان. أكيد. الخطية بتعمل كده. الخطية زي فيروس صغير بيخش على جهاز الكمبيوتر ويضرب الملفات اللي موجودة في الجهاز. فالخطية لما دخلت إلى حياة الإنسان وبالخطية ده اجتاز الموت إلى جميع البشر، تمام، الخطية دي بوظت كل الأجهزة، ليس فقط الجسدية ولا الروحية ولا النفسية، بل عملت كمان ايه؟ تشويش في العقل الانساني. فيقول الكتاب المقدس في اشعياء 59 آية 2: بل اثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم، وخطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع. عشان كده راح قال له داود النبي: صرت كبهيم عندك. ليه؟ لان في خطيه دخلت الى القلب بوظت الجهاز من جوه. الجهاز ده لما عندي النهارده جهاز ايباد او ايفون او جهاز تليفون، لما بيحصل فيه اي شيء انا برجع ليه؟ برجع للشركه اللي صنعته، بقول له خد شوف الجهاز ده فيه مشكله. الجهاز البشري الجهاز المعرفي عند الانسان يحتاج الى ان ارجع اليمين، ارجع للي معاه الليبل اللي معاه اللي صنعني او اللي صنعني اللي خلقني، واقول له انا الجهاز المعرفي عندي في مشكله، انت الوحيد الذي تستطيع يا رب ان تغيرني لانك انت خالقي، انت الشركه المنتجه بتاعتي، انت اللي صنعتني، انت اللي خلقتني، انت اللي عندك براءه اختراع. الانسان دي براءه اختراع. فالجهاز المعرفي بتاعي لما يتشوش من كل الافكار المحيطه من الالحاد والتطور والانفجار العظيم، أذهب إلى الله وأقول له: تكلم يا رب فإن عبدك سامع، أرني الحق من الباطل، عرفني الطريق التي أسلكها لأنك أنت إلهي وعندك ينبوع الحياة. مرسي جدا جدا يا دكتور، نورتنا وباركتنا النهاردة. أنا خدت بركة وتشرفت بحضرتك. متشكر. مشاهدينا طبعا في نهاية الحلقة النهاردة بشكركم من أجل متابعتكم لينا النهاردة، بشكركم كمان من أجل صلواتكم وأسئلتكم وتشجيعاتكم اللي تملي بتقوونا بيها وبتسندونا بيها وبتخلونا نكمل سلسلة الحلقات اللي بدأناها معاكم. طبعا بشكر كمان ضيفنا دكتور جوزيف سعد، أستاذ علم اللاهوت الكرازي بالكلية الإلكتريكية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مرسي جدا جدا يا دكتور، نورتنا وباركتنا. ربنا يديك قوة وبركة ومعونة أكتر في إنك توصلنا لحقائق
حقائق أكبر وأجمل من كده كمان يا دكتور ميرسي، وترجعنا لعلاقة حقيقية مع ربنا من خلال التأملات الروحية اللي بتشاركنا بها كل حلقة. شكرا جدا يا دكتور. مشاهدينا النهاردة لازم كل واحد فينا كده يفتش يشوف الخطية الرابضة، نرجع كده ونشوف إيه اللي بيبعدنا عن ربنا، إيه اللي بيفصلنا عنه، إيه اللي بيشغلنا عنه، ونرجع نخبط على ربنا نقول يا رب أنا موجود يا رب، هل أنت لسه مستنيني؟ واكيد هو فاتح احضانه ومستنينا، بس احنا اللي تملي بننشغل عنه، احنا اللي بنكسل نقوم من التراب اللي وقعنا فيه وننفض حنا كده ونقوم نقول يا رب انا ابنك، انا يا رب عزيز على قلبك، انا عارف يا رب ان انا غالي عليك حتى مهما بعدت عنك ومهما انشغلت عنك، انا ابنك الغالي عليك. مشاهدينا خلصت حلقتنا، لكن لسه معاكم مكملين حلقاتنا الجميله الشيقه الممتعه مع ضيفنا الدكتور جوزيف. استنونا في حلقه جديده. سلام، الرب يكون معكم. سلام.